ايش تطلع على السعودية؟ انا كمهندس كهربائي. مهندس كهربائي؟ ايوه. شو تبدون بالهم؟ ايش اعطى لكم حركة؟ ربما يوميا نسوي دولمة. انا اشيل طيارة اروح هنا اسبون ايلاند. تمام تمام. كيف تسوون؟ اجم هواي اجم هواي الله هذي النكتة بوتفر. البيت العالي. Marked the location. إيه هذا البيت هذا البيت. شفته؟ ساعد لفوق يمكن شايفنا. واحد العمارة. سجاد تدري شو يسوي؟ ها؟ تعال. اطلع سجاد. مو شوف رقم أربعة وين؟ شين؟ ليش؟ الهندي ليش جاي روحك؟ يجي يجي. يجي من طيارة. وين يجي؟ سجاد تعال راح تعدي المعتل هذا. شايفين هذول شنو؟ جاي من عمارة لعمارة. شفته؟ خلينا خلينا. اي شفته. انا يجي من طيارة يرجع من طيارة. سجاد ايش في الشارع؟ الله تبارك وتعالى. سوي سبسكرايب يوتيوب شانل فور ايفر جيمنج. سجاد. تعال مليح. في معك يوتيوب شانل. حتى طلعنا لا خرب دينا. لا يا اخي يس مشكلة. سجاد انا قلت صعد لي. الله سجاد تحت بس واتش اوت. بس لا بس هذا شايفني هذا ما تحت ما تحت انا شلون شافني حتى ما مبيك عليهم ما تلحق بس عندك خوش علاجك تعال كيف نطلع لا يا اخي ايش انت ايش انت عندهم مره شوف لا يا مره انت طيارة الهندي روح روح لسجاد لا رقم واحد روح راح نسوي فيلم ها بس يجي يطلب الاخلاق منه بعد ما ينزل شلون شاروخان من طفر من القطار اخذ 6 دقلات يروح شقة ضيع زبيري
صدق لا تحافظ على التوازن مالته وقد ذاك دفرك هاي كاردك هذا كان في العمارة يا شيخ ما يبي يكون هذا لكن شوفين من الجهاز عبيك الله ذاك شيء من الأفضل ميتاب شو يسوي بالماء يطلع من ماء يطب لبن هذا شنو هذا حسين اه يا شوف ترى تسكوبه ده يا